النهارده اساسا هو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيقول ان 45.6% من نساء مصر بيتعرضوا للعنف، اللي هم يعني نساء سبق ليهم الزواج بيتعرضوا للعنف، سواء كان العنف ده جسدي او جنسي او نفسي، وفقا لعام 2015. رقم كبير يعني محتاج برضو يتوقف معاه ونعيد النظر. ده بيدل على ايه؟ بيدل على ان احنا مترسخ عندنا مفهوم العنف في مجتمعنا، الناس كلها بتتعامل بفكرة العنف. طيب ممكن حد يقول يعني ده ممكن يكون منتشر علشان أزمة في التعليم او ان الفرد مش على دراية كافية، لكن لو جينا نذاكر كمان بالارقام كده هنلاقي ان 58.7% من نساء الوجه البحري هم اللي بيتعرضوا للعنف، في المقابل 40.3% بس في المية من النساء اللي في الوجه القبلي. يعني لو حطينا الرقمين قدام بعض هنلاقي ان حتى معيار التعليم مش مؤثر قوي، لان طبعا في محافظات الوجه القبلي والصعيد بيبقى التعليم نسبته اقل. ده معناه ايه؟ معناه اننا كمجتمع بنتجه للعنف، بنتعامل بنحل كل حاجه في حياتنا بالعنف. طب معانا دكتور نهاد ابو القمصان مستشار المركز القومي للمراه، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. اتفضلي يا دكتور، يعني تقري لنا خبر زي ده ازاي او تصريح زي ده من الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. هو مبدئيا انا مش دكتوره، انا محاميه بالنقد. ثانيا خلاص بقى طبعا الاستاذه نهاد. اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء الحقيقه من افضل والمراكز اللي بتقدم معلومات موثوق فيها في مصر، انه اولا مركز وطني كبير، ثانيا المعلومات كلها محدثه ومبنيه على اسس ومعايير منضبطه. فلما يطلع تقرير الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء يقول لنا الاحصاءات دي، فدي في الحقيقه يعني جرس انذار كبير، ويعني تكاد تكون ايه قنبله بيرميها في وشنا كمجتمع وكمسؤولين، عشان ناخد بالنا ان احنا قدام حاجة صعبة. يعني تقريبا نص النساء في مصر بتتعرض للعنف. في تقرير مهم كمان كان أو رقم مهم طلع عن في تقرير الأمن العام، بيتكلم على إنه ما يقرب من حالات 60% من حالات قتل الزوجات أو قتل النساء بيبقى على يد أزواجهم. 60% تخيل من حالات القتل بتبقى على يد الأزواج. فإحنا بنتكلم على انه هل تحولت ده البيوت رقم الى مفزع. ساحه، رقم مفزع طبعا، فهل تحولت البيوت الى ساحه قتال يعني من ولا ايه وجهة اللي نظر حصل؟ حضرتك ده النتيجة لإيه؟ يعني ليه بقى العنف هو الوسيلة الأسهل دايما في التعاملات ما بيننا؟ بص، هي نتيجه يعني الحقيقه ازمه في الثقافه بشكل عام، يعني فكره انه النخوه والرجوله والاخلاق وكل القيم المصريه الاصيله كانت بتجرم العنف قبل اي معايير اخرى. يعني فكره ان الراجل اللي يمد ايده على واحده ست ده يعني صفته طبقا لتقاليدنا وعاداتنا انه راجل يعني مشكوك في رجولته الحقيقه، لانه هو هنا بتبقى علاقه استضعاف. يعني فكره ان انت بتبقى مستضعف الطرف اللي قدام منك وشايف انه يعني انت هتمارس يعني العنف او غياب الأخلاق المصرية الأصيلة المفترض اللي احنا كنا يعني متميزين بيها ده سبب رئيسي. ده سبب رئيسي. السبب الثاني هو قبول السيدات نفسهم للعنف، يعني فكرة انه في حاجة بنسميها دايرة العنف، يعني نبدأ بالتقليل من الشأن والتسفيه بكلام بسيط، يعني زي مثلا ايه انت ما تفهميش حاجة. ففي الحقيقة تتطور ده لانه اللي ما بتفهمش حاجة دي فلا انت غبية، ويتطور لفكرة انه يبقى في الفاظ اكثر عنفا، وبعدين يبقى في زق، وبعدين كل ما الست بلعت الكلام ده. واحنا وصلت الحقيقه يعني حاجه غريبه جدا، احنا بنعلم الستات والبنات انها تتحمل، بس حصل خلط في مفهوم التحمل من فكره انك تتحمل ظروف ماليه ضيقه، وده مسؤوليتنا كلنا وواجب علينا كلنا، لانها لانك تتحمل بعد تتحمل كده كمان قله ادب، العنف. انك تتحمل عنف، وبالتالي ده بيتطور. لما بنبص على فكره القتل اللي انا اشرت اليها دي، هو ما فيش تعمد، يعني ما فيش سبق اصرار، لكن الحقيقة هو فكرة استسهال استخدام اللسان والإيد. أكتشف يعني إن العنف أغلب المفرط حالات بيؤدي إلى ده.
وصلت. بالظبط، لانه اللي بيحصل ايه؟ بيحصل عدم توقيع قوه بدنيه، فيبقى في زقه عنيفه، لو وقعت في دماغها ارتطمت بحاره سرير بقى من الخشب الزني اللي بنتباهى بيه ولا بعمود في البيت، بتقع بشكرك الست. لكن النتيجه ان انا عندي ربما اقعدها في الشارع، يبقى أأمن لها من البقاء في بيئة فيها شكل من أشكال العنف وصلت يا ولو أستاذة باللفظ. نهاد. بشكرك الأستاذة نهاد أبو القمصان، مستشار المركز القومي للمرأة. يعني هي أجملت كده الموضوع في إن الست بتتساهل وغياب الضمير، وأنا بكمل عليهم كمان القوانين الرادعة.